وزارة التعليم العالي تفتح باب التقدم لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة. يبدأ غداً حظر العمل في المواقع الإنشائية ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة، وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس. 85% نسبة إنجاز أعمال التسوية وسفلتة الطرق الداخلية في المخطط الجديد بمنطقة البستان في محافظة مسقط. لمزيد من الأخبار تابعونا على تويتر وفيسبوك، إنستغرام وسناب شات.